اليوم كان المفروض نعطيكم الجهاز التناسلي الذكري. في شيء حكي عن التصوير الظليل، والتصوير الظليل هو جزء مهم في التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي، جزء كثير من زملائكم بالمقابلة هاي السنة اللي قبلها أعطيناهم بالعملي، والامتحان النظري سألناهم بعض الأسئلة. هذه هي التصوير الظليل، فقليل اللي جاوب صراحة. هذا كثير مهم لازم نعرف فكرة، ولو كانت موجزة، عن تصوير الظليل والمواد الظليلة المستعملة. المواد الظليلة كانت تراست ميديا أو ماتيريال، هي المواد التي تساعد على إظهار أعضاء أجزاء من الجسم عبر تشكيل تباين ظليلي بين أعضاء تبدو متماثلة أو غير متماثلة بالنسبة للأعضاء المجاورة لها، وذلك لخاصيتها في امتصاص الأشعة السينية. المواد الظليلة هي مواد ذات وزن ذري عالي، ذلك تمتص الأشعة السينية، فذاك الأشعة السينية ما بتوصل للكاسيت، وبذلك مثل العظم أو الجسم الأجنبي، فتعطي لون أبيض، فلا تخترقها الأشعة السينية أو وزنها العالي الذري عالي، امتصاصها شديد للأشعة السينية. امتصاص الأشعة السينية مرتبط بالعدد الذري والكثافة المقدر الذرة بالجرام على سنتيمتر مكعب. لها أيضا ظاهرة التعزيز أو الانهانسمنت، يعني انتشار. صراحة هو له علاقة مباشرة بالتروية الدموية، كلما كانت التروية الدموية غزيرة، وذلك تنتج الكونتراست ميديا بالأوعية أو الشعيرات الدموية. حسب غزارة الأشعة تعطينا اللون الأبيض، فنقول أنه تعزز بشكل قوي أو بشكل ضعيف. تقسم المواد الظليلة إلى سلبية تعطي ظلالا سوداء، أو إيجابية تعطي ظلالا بيضاء. المواد الظليلة الإيجابية في تركيب عناصر ذات كثافة عالية ووزن ذري عالي. أولا المواد الظليلة السلبية، المواد الظليلة السلبية وهي مواد قليلة امتصاص الأشعة السينية، لذلك فهي ذات طبيعة غازية مثل الهواء، أكسجين أو CO2 أو الغازات النادرة. حتى عصر قريب كان يستخدم الهواء كمادة ظليلة بالحقن في المصليات، مثل تقييم الكظر بحقن الهواء خلف البريتوان، تقييم البطينات الدماغية بحقن الهواء تحت العنكبوتية. طبعا هاي قبل ما تجي الأجهزة السيتي سكان والMRI. لم يعد الهواء مستخدما إلا في تصوير الأنبوب الهضمي بتقنية التباين المضاعف. ما هي تقنية التباين المضاعف؟ مادة ظليلة سلبية كالهواء أو CO2 تعطينا لون أسود، ونحقن مادة إيجابية كسلفات الباريوم لون أبيض، يصير لنا تباين مضاعف. اللمعة تبدو بلون أسود بسبب وجود الغاز الهواء المادة السلبية، بينما تلتصق سلفات الباريوم بظهارية مبطنة للكولونات، تعطينا ما يسمى التباين المضاعف. هذه تقنية التباين المضاعف، دبل كونتراست نسميه. يعني دبل كونتراست يعني مادة ظليلة مزدوجة سلبية وإيجابية. هذا هو الدبل كونتراست، شايف جدار الكورين باللون الأبيض هي المادة سلفات الباريوم،
بعد ما نفرغ الكولون تكون ملتصقة بالبطانة والبارية، بعدين نحط الغاز أو نحقنها مع بعض، هذا دبل كونتراست. هنا مفرغة بسيطة يعني، بس حادث سيارة هنا أما الكتلة في الصدر تدفع القلب والمصد نحو الأيمن، ولكن هذه الكتلة تحوي الهواء تدل على وجود الكولون ومنتفع نحو الصدر بسبب تمزق حجاب الحاجز. شايفين في عندنا علامة حبة البن الكولون منفتح ضمن الصدر، هذه مثل علامة انفتال السينيا والأعور. مو بس من دفع من قدم متقدم نحو الغرض مفتون. المواد الضليلة إيجابية positive contrast material هي مواد شديدة امتصاص للأشعة السينية، يجب أن يتوفر فيها الوزن الذري العالي، لذلك يدخل في تركيبها الكيماوي أحد العنصرين اليود 127 أو الباريوم 137. تقسم هذه المواد حسب الصفات الفيزيوكيميائية لثلاث مجموعات: المواد غير المنحلة أو المعلقة في الماء بصفات الباريوم. إذا صفات الباريوم هي صراحة لا تنحل بالماء، إنما تعلق تشكل مثل البودرة، شكل محلول المعلق. في المواد الزيتية عنصر المنحل فيه إسواغ زيتي، وفي عندنا المنحلة في الماء أو مواد الحقن الوريدي. بلش أول شيء ندرس سلفات الباريوم. حاليا نستخدم سلفات الباريوم لدراسة الأنبوب الهضمي منذ عام 1908 حتى الآن كالتالي: المي والمعدة والماء الدقيقة عبر الفم بالقنبلتي أو الكولون عبر الشرج باللحظة الشرجية، وهي ما تشكل معلقا. إذا سلفات الباريوم لا تنحل بالماء، يمكن أن تتوفر بشكل بودرة. تعتبر مادة ضليلة مثالية حيث أنها ذات وزن ذري عالي، وذلك امتصاصها للأشعة السينية عالي، وذلك تظهر صفات الباريوم كثيفة بشكل مادة غليظة. رخيصة الثمن صفات الباريوم. العام لا يمتصها الجسم صفات الباريوم لأنه لا تنحب الماء وإنما بشكل محلول معلق، لا يمتصها الجسم. ولا يتحول إلى مواد سامة. ويطرح عن طريق الجهاز الهضمي مثل ما طلع مثل ما خرج، ولكن ليس عن طريق الكلى. غير سام ممكن يسبب أحيانا لما يكون في عندنا خطر استنشاق وتصوير المرض الضرين، خاصة عند الأطفال أو المسنين. أنا ما بحبذ لأنه ممكن يصير يتسرق الختيار صارت معنا بسلفات الباريوم. وتدخل السلفات الباريوم نحو القصبات، وهي مادة غير ممتصة، ولكن تعمل التهاب كيميائي صراحة ولو ما امتص الجسم. القصبات تتحسس منها، من غبار الطلع تتحسس كيما تمدد، ما تتحسس مادة كيميائية وزنها عالي، وذلك يسبب لنا ذات رئة استنشاقية. ذلك عند المرضى اللي لهم خطر الاستنشاق أو الشردقة في المادة الضنينة، خاصة بصور المري أو اللي نشوف عندهم ناسور مريئي قصبي أو رئوي أو مرضى العمليات الجراحية، يفضل إنه ما نستخدم سلفات الباريوم.
ممكن تسبب منها إمساك. تعطش بكميات كبيرة، لذلك ينصح المرضى بتناول كمية من السوائل وتحتاج معها عدة ساعات حتى تتخلص منها. مضادات استطراب إعطاء سلفات الباريوم، حالات البطن الحاتم في الانسداد الميكانيكي أو انتقاب حشائج الجوف، مثل ما قلنا إذا في انتقاب حشائج الجوف أو طعنة سكين بالمريء أو بالصدر أو في عمل جراحي أو انتقاب، مضاد استطراب من عمل سلفات الباريوم. المواسير وخطر الاستشفاء مثل ما حكينا، والنزف الهضمي الاثنين يعتبر مضاد استطراب. وتحصل سلفات الباريوم حسب الاستخدام إلى مزيج رقيق ومزيج ثخين مواد تجاري نووي. مزيج رقيق ممدد أكثر بالماء، يستخدم غالبا تصفية معالق الكورونات، ومزيج ثخين كثيف يستخدم في تصوير المريء لدراسة التباين مضاعف. عندنا صورة قياس الهضمي العلوي، نشوف المريء والمعدة، وصل المريء المعدي والصدر، ونشوف الانحناء الكبير والانحناء الصغير والبصمة وارتسام العفج، شايفين العفج وارتسام الصائم والجفاف. اسم تصوير حادي وجسد بالكونتراست مونوكونتراست. هل يمكن استخدام صفات الباريوم في الغلاف؟ ما طبعا يمكن ولا مشكلة في ذلك. في إجراء الرخاء الشرجية تحت الضغط الهيدروليكي للماء يمكن إعادة وشيخة الغلاف، وذلك من خلال عمليات جراحة مزرعية. طبعا هنا تعرفون إنه إذا شخص الغلاف في الأمعاء بطريقة مبكرة أو بشكل مبكر قبل ما يصير في الغلاف. حكيم الصوت مو واضح، هيك مشوش، والصورة مكبرة، يعني إذا بزغر شوي الصورة عندك شو واضحة الصورة؟ أي بس زغر شوي مكبر أنت لأنه يعني عامل تكبير. أنا عامل تركيز والله يا جماعة. هيك هيك يلا دقيقة بس هلا أنا يعني ما عامل شيء، ما مثل عم قلب الشاشة مثل ما هي. يكون أنت عامل هلا الصوت، هلا الصوت زبط حكيم، تو كان يعني هيك ايه تمام حكيم، والصورة زبطت ايه تمام. شباب كثير مهم مقاربة الغلاف الأمعاء. انت بكرة قسمكم أطباء أطفال، قسم منكم أطباء نسائية، قسم منكم أطباء أشعة وأطباء عامين وأطباء جراحة. غلاف الأمعاء التشخيص المبكر كثير مهم للرد الفيزيولوجي عن طريق السيروم. سابقا على دور أساتذتنا كانوا يردونه قبل ما يدخل الإيكو والبرب السطحي، قد يكون قبل الإيكو، كانوا يردونه عن طريق الأشعة حتى صفات الدارج من الكولون، وكان تشخيص وعلاج يرسم الكولون حتى يشوف رأس الغلاف، ورأس الغلاف يرجعون يضغطون ضغط. حاليا احنا نستخدم السيروم الفيزيولوجي، حط قطرة بولية بالمستقيم وعن طريق تحت معايير معينة، ثلاث معايير بدون عصر تسريب قياس قطر الكولون مع تمسيد خفيف حتى يتم رد الغلاف بشكل طبيعي، وما يحتاج المريض لعمل جراحي، وبدو إماها وتسكين وتغطية جيدة لمدة 24 ساعة قبل المشفى حتى ما يرد الغلاف. جماعة جراحة الأطفال عندهم كمان طريقة يردوا بالهواء، بيجيبوا كمان قسطرة بولية ويجيبوا جهاز ضغط هذا نفس المقاس في الضغط، يوصلون القسطرة البولية وبيعمل ضغط 40 ملم زئبقي جوات المستقيم، وبيضغطوا بينفخوا
دافقة واحدة بدون ما ينفقوا تفت مقياس الضغط الهواء، بيضغط حوالي 40 منتز زئبقي، يرفع الضغط جوات الكولون فيرد الغلاف. هو طريقة سريعة صراحة، بس إحنا كأشعة ما استخدمناها، بس استخدمناها مع جماعة الجراحة الأطفال. كمان هاي الثلاث طرق تستخدم حاليا قبل اللجوء للعمل الجراحي. وأنا رديت الغلاف بعد إجراء عمل جراحي. حالات النكش ممكن تصير لمرضى الغلاف النمائي حتى لو كان رد جراحي. ولذلك دائما إذا كانت الأعمار نموذجية من 6 أشهر إلى سنتين، إذا كان شخصنا الغلاف بشكل مبكر من خلال يوم 24 ساعة أو أكثر، بس يكون كمان موجودات الإيكو إيجابية حتى الطفل جيدة، أنا في علامات انتقاب وفي تروية بكتلة الغلاف، ومرتها ممكن أن نحاول أحسن ما نعرض الطفل للعمل الجراحي ونستخدم مشاكل العمل الجراحي. المواد الزيتية، المادة الفعالة هي عنصر اليود، فقد قل استعمالها مؤخرا بسبب ارتفاع ثمنها. مثالها مثل الليبيدول التي ما تزال مستعملة حتى الآن، والعنصر الداخل في التركيبة هو اليود، ويمكن أن يكون متحدا مع زيت بهارات الخشخاش. استخدم الحقن الوعائي، لا تستخدم الحقن الوعائي لا وريدي ولا شرياني. المواد الزيتية صراحة سابقا كانوا يستخدمونها في تصوير ما يسمى الميلو جرام قبل مجيء الطبقي والرادين فترة التسعينيات القرن الماضي. كان أطباء الأشعة اللي دارسين فترة الثمانينات وجد أوجن شهر كان في التسعينيات 98 كانوا بيعملوا بهاي الصور، فيصوروا ميلو جرام مثل لما نعمل بازل للدماغ الشوكي مسافة هناك ويتحقنها المادة الضلة، فيرسموا القناة الشوكية فيتسم معنا الفتق النواة اللبية بشكل مسنن حتى بالصور الشعاعية البسيطة. يستخدم أيضا في تصوير الأوعية اللمفاوية والنواسير وتصوير الرحم والقصبات. المادة الضليلة لا تمتص ويمكن حفظها لفترة طويلة من الزمن. كمان تصوير الأوعية اللمفاوية أصبح من تاريخ الطب. هناك مواد زيتية تستخدم بشكل خاص في تصوير القناة الشوكية الميلوغرافي اليودين والبانتوباك والدورو ليبوباك، كونها لم تسبق أثرها ضمن القناة، هي يعني أولاد عم الليبيدول. وأنا صورت مرضى كثير ولحقناهم بهذيك الفترة، صوروا الدواء بنشوف المادة الضليلة إسا موجودة، المادة الضليلة إسا موجودة بالدماغ أو المسافة تحت العنكبوتية، فنسألهم شو عاملين يقول لك عملنا صورة ضليلة للقناة الشوكية. كل هذه المواد تقريبا لم تعد تستخدم حاليا في الوقت الحاضر. نستخدم مواد الحقن الوريدي المنحلة بالماء، وهي تقسم إلى قسمين، متشردة وغير متشردة. المواد القديمة قليلا نسمى المتشردة،
أي أنها تتشرد في الوريد بشارتين هما CA و NA فتعطي مادة ذات حلولية عالية. وهي مخرشة قليلاً ولها تأثيرات جانبية مضرة تحسسية. فقد تحرض عند المريض صدمة تأقية. لذلك يمكن إعطائها المواد المتشردة وريدياً وقد استبدلت بمواد غير متشردة رغم غلاء ثمنها. يمكن إعطائها في التصوير النواسير والطرق البولية والمثانة بالطريق الراجع أو تصوير ضليل الرحم الضليل. رغم أنه التصوير الرحم الضليل أنا برأيي لا يقل خطورة عن تصوير الـ IBB. تعرفون السبب شو هو؟ إحنا تحال دموي تحال صح؟ لما تحقن مادة ضليلة للرحم وش الرحم بنية غزيرة من الشعيرات الدموية بالبطانة كمان عبور المادة إلى جوه البريتوان تمتص بشكل سريع. والدليل إحنا نسوي تحال أو غسيل كلوي بريتواني. حاليا كمان أنا لما كنت بالاختصاص في 2010 تقريبا أو 2009 بلشنا كنا نستخدم هاي المواد. تعرف المشافي الدولة ما كانت تستخدم المواد غير المشتردة أو النباك لأن كان ثمنها غالي. وذا كنا نستخدم المواد المتشردة مثل اليورغرافين ثمنها رخيص صراحة وكانت منتشرة في ذيك الفترة إلى بعد 2010. فبعدها ما عاد نجيب صراحة هذيك المواد أبدا أو كانت تجي بشكل رخيص. ممكن نستخدمها بالإحليل الراجع، ممكن نستخدمها بالمثانة الراجع، ممكن نستخدمها بالمرن. المشاكلها كثيرة وتحسساتها كثيرة وما في حد من الجيل القديم إلا يحتفظ بذاكرته إلى مأساة من مآسي اليورغرافين. أذكر لم أحضرها شخصيا ولكن أصدقاء اثنين أبوهم أستاذ معروف، أحدهم طبيب تخدير والثاني طبيب نسائي وكان طالب طب. في أحد المشافي على طاولة الطبق المحوري تم حقن مادة ضليلة يورغرافين صابت صدمة تأقية وما حسن نقضه توفى على طاولة الطبق المحوري. إذن المادة الضليلة اليورغرافين كانت رعب حقيقي. لما كنا طلاب دراسات ما كانوا الفنيين بيسترجوا يحقنوا مادة ضليلة لحتى ينادونا، وإحنا كنا خلاص يعني نوع من الطمأنينة. ولكن دائما الساعة النحس ما بتعرف إمتى تجي، دائما إحنا ماشيين على قواعد. متى ما أخلينا بهاي القواعد يوم ما راح ندفع الثمن. وذلك دائما خليك ماشي على قواعد، دائما عندك الهيدروكورتيزون، دائما عندك الدكسامفيتامين، دائما عندك النارفين، دائما عندك الأدرينالين، دائما عندك السيرومات، دائما عندك نواقل السيروم، ممكن تحط حتى أمبو، عندك أكسجين. دائما احتياطاتك ممكن المريض يتحسس بأي لحظة. حاليا صراحة نستخدم المواد مثل ما حكينا رخيصة ولكن مشاكل تحسية عالية. حاليا سنستخدم المواد غير المتشردة. اللي مثالها الأوترافيست، الأومني باك، كلها حاليا الهايكسون مستخدم بالمسافة التركية. نستخدمها بحساسية شبه معدومة. رغم هالشي أنا بعد طول بحط هيدروكورتيزون، بحط
الدكساميثازون وبحط اللارفين وبحط المحاليل الوريدية، وكل مرة بتنتهي مفعولها وأكبها، ولكن دائما لازم نأخذ احتياطاتنا لأنه ما بنعرف إمتى تجي ساعة النحس. تطرح هذه المواد عن طريق الكلية، لذلك تستخدم في تصوير الأغنية، تستخدم في تصوير الأغنية المفرغة للبول. مثل مثل اليوروغرافي نستخدم الأومني باك في تصوير الاي بي بي. نأتي إلى الجرعة، صراحة أن الجرعة عند البالغين 1 إلى 1.5. هذا السؤال يا جماعة أنا سألته معظم طلاب السنة السادسة، طبعا معظمهم عن المحاضرة وشاحن هذا العملية. أعرف هذا السؤال جرعة المواد الضرينة، ما في المادة الضرينة، هي الجرعة 1 إلى 1.5 ملي على الكيلوغرام، يعني كل كيلوغرام احفظها هيك إلى 1 ملي. عند الأطفال صراحة تصفية الكلية تكون أقل من الكبار، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن الطفل ما عنده رضاعة، بس سواء صافي سواء الحليب فقط، لأنه ما عنده تعدد مأكولات تعدد مشروبات مثل الكبار، خاصة الدنيا نحن. حتى في بعض المراجع الفقهية يقال أن يقول الطفل طاهر، نرشح عليه كذا نرشح له، وأنا أشوف أمهاتنا إحنا نغير الطفل أو كذا وما بعرف، هكذا سمعت. فتصفية الكلية عند الطفل ليس كما عند الكبير، وذلك ممكن نعطي 1.5 ملي على كيلو جرام عند الأطفال الصغار، أما الكبار 1 ملي على كيلو، حتى ممكن أنا بعطي أقل. طبعا إذا كانت أرقام الكرياتين طبيعية أو مرتفعة قليلا وليس كثيرا. حاسة أن شبابنا السنة الماضية ما هو أهم مضاد استطباب لإعطاء المادة الضليلة؟ ما هو أهم مضاد استطباب لإعطاء المادة الضليلة؟ ارتفاع الكرياتين، القصور الكلوي. إذا كانت أرقام الكرياتين مرتفعة يصير نعطي يوروغرافين أو أمني باك مادة ضليلة. مبصر ميتفورمين حكيم كمان. ها؟ المريض عم يأخذ ميتفورمين. إيه طبعاً، هلا نحكي إحنا بالتفصيل، بس بدينا أنا أحكي لك على البديهي، الشيء البديهي. نحكي عن النسبي والمطلق. المريض عنده تحسس وقص التحسس عادي بده احتياطاته. المريض عنده ربو بدك تاخذه يتحضر بالميثيل برنيزولون أو الدكساميثازون 3 أيام أو 12 ساعة. المريض يأخذ ميتفورمين بده نوقفه الدواء 48 ساعة. بعدين صور. أما القصور الكلوي، يعني كنا نستنى منهم إنه حاطة، ليش إحنا نعطي معلومات إنه بس قل لي قصور كلوي، يقول مثلاً أعطيني مضاد استطباب لحقن المادة الضليلة. أغلبية الشباب ما جاوب، الأغلبية خاصة الدفعة الأخيرة. على كل الجرعة، شو هي الجرعة يا شباب؟ 1 إلى 1.5. لا قلت لي 1.5 للكبار، للصغار صح، الأطفال من سنتين، وللكبار 1 ملي. الجرعة السمية كم؟ 4 ميلي جرام. طبعا المواد الضليلة تجي نوعين، بيها 300 ميلي جرام على الميلي وبيها 350. قد تضاعف الجرعة 2 ملي على الكيلوغرام، أما جرعة 4 ملي على الكيلوغرام فتعتبر جرعة سمية. إذا الجرعة السمية 4 ملي. الجرعات الدوائية
تركيز المادة الدوائية في البلازما عندما تحقن واردين يعتمد على الجرعة المحقونة وسرعة الحقن ووزن الجسم. يحدث الرشح الكبي خلال 3 إلى 15 دقيقة. بين 95% من كونتراست ميديا يعطى عبر الوريد يطرح عبر الكلية، و 2% فقط تطرح عن طريق خارج الكلية عن طريق الصفراء الأمعاء أو التعرق أو الدموع. إذا نصور 95% عن طريق الكلية. المواد الضليلة التي تعطى عن طريق الوريد لا تستخلص في الجسم، لذلك تصوير الجهاز البولي IVB يتم بإعطاء هذه المواد الودية حقنا من الوريد. يتم فوراً طرحها عن طريق الكلية، وذلك تسمعنا الحالبين. نصورها نشوف وظيفة الكلية، نصورها مشان نشوف تشوهات الجهاز البولي، نصورها مشان نشوف في عائق حالبي يبتسم الحالب، في تسريب خارج الكلية أو خارج الحالب، إذا في عيو امتلاء أو ورام أو TCC ترانزيشن من السيليكات سينوما ورام الخلية الانتقالية بين الحويضة، وجود حالة منتبه، وجود شذوذات تشريحية. سبعين بالمئة من الجرعة المحقونة تختفي من البلازما خلال 2 إلى 5 دقائق. 70% من الجرعة تختفي من البلازما. وين نشوفه بعدها؟ نشوفه البرانشيم الكلوي، ونشوف البرانشيم الكبدي، الأنسجة المختلفة، أو نشوفه بالحالب بالمثانة. نصف عمر الكونتراست ميديا، هذا سؤال كثير مهم. نصف عمر الكونتراست ميديا يعتبر 100 دقيقة عند البالغين الأصحاء. يزداد هذه النقطة بعد تصحيح نصف عمر المادة الضليعة، نتأكد منها وبعدين نرجع لها. يزداد عدد عند المتقدمين في العمر والمرضى ذوي الوظيفة الكلوية المصابة من 5 ساعات. نصف عمر المادة، شو هو نصف عمر المادة؟ بالدواء هو الوقت اللازم لاستقلاف نصف المادة الدوائية في الجسم. أنا حكيم بتكون نصف الكمية المحقونة ظلت الدم يعني محي. أيوة. الوقت لازم استقلاب نصف المادة الدوائية. طيب نتأكد منها، نتأكد منها نرجع لها. من دقيقة غلط هاي المعلومة. دقيقة ودقيقة أو 100 ثانية. أنا كنت أكد أنه نرجع المحاضرة الجاية ذكرين فيها هاي المعلومة غلط. 100 دقيقة في الاي في بي يحتاج الطبيب 15 دقيقة بحث المادة الضليلة في الوريد، ثم يصور بعدها 5 دقائق بعد 10 دقائق 15 دقيقة. ولكن في حال وجود حصاة حالبية يحدث تأخر في إفراز الكلية، قد تؤدي إلى تثبيط عمل كلية الصمت كلوي، لذا يتأخر طرح المادة الضليلة حتى 5 ساعات. إذا عندما يوجد في حصاة راح نشوف تصوير الجهاز الذكري، في أن حصاة
والانسداد كلوي تتأخر أفراغ المادة الضليلة والكلية تستنكف عن أفرازها وخاصة في المرحلة الحادة. ولذلك من مضادات استطباب الصورة الضليلة أنك تصور في حالة الطنجة الكلوية يعني عندك مريض متألم مثل السيرومات بيزيد ألمه، مريض متألم وتعمل صورة ضليلة IVB غلط صح؟ كثير متأخر وكذا كثير منتبجة والكلية تستنكف عن إفراز أفراغ المادة الضليلة، ذلك يعتبر مضاد استطباب تصوير الكلية في حالة الفولنج الكلوي الحاد. الحالة الطبيعية مضاعف زمن التصوير، مثلا أخذنا بعد الحقن بنصف ساعة ولم تفرغ المادة الضليلة، شو بنعمل؟ نضاعف مدة التصوير، نعمل بعد ساعة، بعد ساعة ما أفرغت الكلية شو بنعمل؟ نعمل بعد ساعتين، بعد ساعتين ما أفرغت المادة الضليلة شو بنساوي؟ بعد أربع ساعات، وهكذا. متى نحكم عن كلية صامتة؟ طبعا إذا صورت من المرحلة الحادة ممكن تتفاجأ إنه ضل 20 ساعة ما بتفرغ الكلية، ولا تشخص إنه هي كلية صامتة شعيلة لأنه أنت الصورة غلط وذاك النتيجة غلط. إذا أنت صورت من المرحلة الحادة أنا ممكن طول معي 22 ساعة الكلية ما أفرزت، ولين كلية فيها قصور كلوي لأن يعني بالأصل الصورة غلط. أبصر تصور أنت بالقولنج الكلوي الحاد IVB أبصر. لماذا تسمى كده صامت شعاعي؟ معيار العلم يا جماعة بدي أكد على نقطة هاي، هو نعمة ربانية كلياتها مشاربية وهي إنذار للخطر. أي حدا وجعته خاصرته أو جاء جاره أو أخوه أو مريضه لا يعتمد على المسكنات قبل معرفة السبب. تجينا مواسي كثير من المرضى، المرضى بالصدفة معتشفهم أو مشان صور ظهره وكذا، الكلية عبارة عن توسع شديد مرض قشري، نسأل كيف وصلت النتيجة يقول لك خلاص راح الطبيب مرة عطاه مسكن بعدين ما درس لا عمل تصاوير ولا عمل شيء، كل ما وجهته خاصته راح على الصيدلية أو على الطبيب أخذ مسكن أو أخذ دواء لحاله سكن على شو يستوي الكلية تصمم شعاعية. أصلا مسكنات الدكلة فينا كثير خطر الكلية، عندي أكثر من حالة إبر الدكلة أنا أختصر كلهم آخر واحدة برمضان على رمضان اللي فات، ودائما ما بنعطي المسكنات بالشكل الاعتباطي بمعرفة السبب مثل ما تعودنا دائما لا نحترم الظروف المادية للمريض. صحة الإنسان هي أغلى شيء، تعرفين الإنسان نقضي كل شيء بابه جمع المال ثم يصرف هذا المال على صحته في المستقبل، لأن مبدئيا نحن مؤتمنين على صحة الإنسان ما بنعطي مسكنات بشكل اعتباطي إلا بالاستطباب الصحيح. هون يسموها صامت شعاعي كل ما عاد تصرخ ما عاد تعطيك انذار الالم، كل ما وجدته اعطى ابره الدكلون، كل ما وجدته اعطته ابره، اخر شيء كذا صارت صامته ما عاد توجع ولا شيء، وقفت كذا يعني صراحه وقفت العمل. متى نحكم عن كذا انها صامت شعاعي؟ اذا لم تفرز الماده الضليله بعد 24 ساعه، اذا نقول صامت شعاعي لم تفرز الماده الضليله بعد 24 ساعه. ذكر مره مريض عندي بالعيادة صور متأخرة وكانت صورة بعد العشاء بالليل، صور الصباح كانوا بعيد قلنا خلاص
نعم عندي بالعيادة. أي والله الاثيرات الجانبية كثير مهم نعرف الاثيرات الجانبية للمواد الضليلة. ممكن تكون الأعراض خفيفة، دماء، عطاس، غثيان، شعور بالحرارة، توسع وعي محيط، رفع جلدي، ارتكاس وعي مبهم يغش ويدوخ المريض، دوار، ألم. هي الأعراض البسيطة، هي ما نسميها تحسس إنما عدم تحمل. عادة لا تحتاج العوارض البسيطة إلى علاج إلا إذا كانت العوارض الشرورية جدية شديدة، فنعطي مضادات هستامين عضلين أو وريدين إذا كانت شديدة. الأعراض الخطرة، حدوث صدمة وعائية محيطية فورا ينزل ضغط المريض والمريض داخل فورا أو يتعرق، والضغط فقدان وعي، أعراض شرورية شديدة، وذمة لسان المزمار، وذمة حنجرية ممكن تحمق المريض، تشنج حنجرة وقصبات، وقنوي حار وإهيب في أتنين أكثر من 1.5، كنمط المعتمد على السنين، ورم النقوة متعدد يعتبر مضاد استطلاع تقريبا، مرضى التجفاف كمان، مرضى التجفاف كثير. هذه كانت معظمية تحضير الصورة الضليلة. دائما يكون الكتفة سواء بعد العشاء، ثلاثة عشاء والعشاء عفين صوت زيت الخروع، بعدها ظل يشرب سوائل مي بس مي، ممنوع كل شيء عدمين ممنوع، بس كتر سوائل مش لازم يكون المريض منها جيدا. كيف نعالجها؟ السيرويدات القشرية وريديا، رافعات الضغط، أدرينالين، دوبامين. في حال إعطاء الأدرينالين وريديا فيجب أن يكون ممدد السيروم. في حال حديث وزن اتزان المرضى بالتنفس، ذلك يجب اتجاه غرفة الأشعة بمأخذ أكسجين. الفترة المشافي دائما في مأخذ أكسجين في غرفة الأشعة خاصة الطبقي والأشعة. فتح خط وريد يعني بالأصل يكون فاتحين خط في المريض، يجب إعطائه مفتوح حتى بعد انتهاء من الإجراء خوفا من انتكاس الداخل المتأخر. كما حكينا لم تعد تستخدم المواد المشردة أو المتشردة في الحالة الحالية. ما أظن أنا بالنسبة لي يجوز من 10% ما شفتها أبدا. لأنه ارتبطت يعني دائما يكون في ماس يصارف من وراها. وذاك حدا مستخدم من الشبه منعدمة حساسية المواد الضليلة. نحن ما شفت تحسس، شفت حالات عدم تحمل بسيط يعني. ما هي عوامل الخطورة لاستخدام مواد الضليلة؟ مرضى الربو، ورم القواتم، المرضى القلبيين، فقر الدم المنجني، المرض النقوي المتعدد، المريض المعالج بالأنسولين، تجفاف، كمان المريض اللي ياخذ ميتوفارمين كما لازم وقت 48 ساعة، الوهن العضلي الوحيد. المرضى عين خطورة كيف نتصرف معهم؟ دائما نسخن مواد مثل المواد غير المتشردة. اعتماد وسائل تشخيصية غير معتمدة على حق المرض الضليل مثل الليكو أو الرنين المغناطيسي. بالنسبة للكرياتين يا شباب احنا مبدئيا خلينا نعتمد بعضاتي أقل من 2 بحثاً صراحة. عملية جيدة ممكن أعطي المريض سيترات الصوديوم
بس نعمل له قبل وبعد الصورة بعد حقيقة مادة ضريبة نعمل له إماها جيدة. بشكل عام إحنا القصور الكلوي يعتبر مضاد استطناب للمادة لإعطاء المادة الضريبة. بشكل عام أقل من 2 احفظوا أقل من 2 أقل من كرياتينين فنحفظ المادة الضريبة. الستيرويدات مثل البريدنيزولون قبل 12 ساعة وقبل ساعتين من الحقن رفعت ضغط الأدرينالين والدوبامين. كما ممكن مضى مرضى ربون أعطيهم أضار دكساميتازون ثلاث أضار يوميا أو إبرة. أعطاء مادة قليلة ليس بعد تم التصرف معهم بالشكل الصحيح. نحن نمشينا على القواعد قبل خلف إن شاء الله. تحدث عن بعض تطبيقات التصوير الضليلة. تصوير الضليل للطرق الصفراوية حاليا أصبح من تاريخ الطب نقول مادة اسمها البيلوغرافين. البيلوغرافين ما تطلع عن طريق الصفراء يأكلها المريض أو يشربها بالحبوب فتنطلع عن طريق الصفراء فتتصل المرارة في الحصيات المرارية. عليه بجول ليكم مثلا نأخذ ونتعرض لأشعة صراحة بتحل معظم مشاكل المرارة. من يجي حقن هلا بالماء بيت أو حقن مباشر بالكبد إنه تأخذ من حبوب من بعض حبوبي بعنا بلع. صورة الطرق الصفراوية بالجد عن طريق وجود يرقان انسدادي. نصور كمان لوجود يرقان انسدادي موجه بليكون على القفطرة القناة الجامعة الكسان دخل فيها مثل نعمل قايد مثل موضوع النفروستومي مثل موضوع السيفي آي قصة مركزية. ممكن نستعمل تصوير القناة الجامعة بعد استئصال المرارة. إذا أنواع تصوير الأفضل مثل الإيكوغرافي والطبق المحوري إذا كان غير استخدامها عدا نوع واحد هو تصوير القناة الجامعة بعد استئصال المرارة. تصوير القناة الجامعة عن طريق التيتيوب أحيانا الجراح لما يستأصل المرارة ويشك إنه في عندنا في عائق في نهاية القناة الجامعة أو في حصى أو شيء فيحط تيتيوب بالقناة الجامعة ويطلع. بعد ما رايح الكبد تطلع الصفاء عن طريق هذا التيوب. بعدها نصور القناة الجامعة ونشوف إذا في حصيات أو عدم ابتداء في نهاية القناة الجامعة ولا لا. اسمه تيتيوب لحد ما نستخدم هذا التصوير مظبوط. تصوير الضليل للجهاز البولي النازل أو ما يسمى IBB. هو من أهم استخدام التصوير الضليل. بينما الاستقصاء الأهم الأول والأهم في تقييم البطن سواء الجهاز البولي أو الأورام التناسب والنيكو طبعا. هو IVB IVU انترا داخل فينوس ألنوية يوروغرام. الكمية المحقونة 1 ميلي على كيلو مثل ما حكينا. عند الأطفال ممكن نحقن 1.5 ميلي. المواد هي المواد منخفضة الحرارية غير متشردة النيباك اليكسون. عند الشك بأفات مرضية في السبيل البولي وأهمها نقيم الوظيفة الإفرازية نقيم البيئة الدموية. هل هناك تشوهات من الجهاز؟ هل يوجد علامات عائق حالبي؟ أحيانا يكون في عندنا تكنسات حوضية تكون عقب فيها أغاني ومال أو التكنسات
حرق الجهاز البولي، كل ما إذا عنده ألم فنتأكد منه، نعمل آي بي بي فنشوف الحالة بركز الخارج مصاهر التكلساتي. كمان الحين بعض الخطوات تكون سخيفة تبين التصوير، فتعطينا على التصوير مثلا مثلا علامة رأس الميدوسة الحصاة الشفيفة، وتحط المادة الضليلة من الجوانب فتعطي مثل مثل فم أو الأفعى مفتوح. الحصاة تعطي أيضا امتلاء شفيف ضمن المواد الضليلة المحيطة بها، تعطي مثل رأس الميدوسة يسمونها. طيب ما هو مضاد للسطاب الاي بي بي؟ التحسس للمادة الضليلة، الورم النقي المتعدد، والسلعة الدرقية السمية. حاليا صراحة لما نعمل اي بي بي نطلب كرياتينين، ما نطلب غيره لأنه لكن الإنسان يريد أنه مشاكل بالغدة الدرقية أو مشاكل ثانية أو مشاكل ربو أو تحسس أو بنية أوتوبيلي، لكن يجب طرح حتى وظائف الغدة الدرقية هذه طلبوها. ليش السلع الدرقية السمية يا شباب؟ موضوع العصب الدرقية ما هيك؟ اليود حكيم مشان اليود في تركيبها اليود. اليوم التنين شو هذا اليوم التنين؟ حكيم الصوت بتصفى عندك أكثر من هيك إنه مو واضح هيك شوي. يلا ما يتك. إلا يوم أنتوا إحنا درسنا العمل يوم التنين ولا يوم الأحد؟ العملي درس العملي انت اليوم الاثنين. الصوت واضح؟ اي واضح صوت حكيم، بس والله ما بعرف البرنامج نشوف، هلا نسأل المشرف شوف. يوم الاحد نعطيكم يوم الأحد عملي. بدأت لنا يوم الاثنين أكون مسافر. أعطي النت. كل ما بدأ حدا يسوي لي ملف عن العصب الدرقية. هيك كان سنتين ثلاثة العاصمة الدرقية من الطوع. علاماتها هي علامات العملية. إيه بس السؤال حكيم الصوت عم يشوش، إذا بتضبط صوت والله ما أنا بدي حدا لا ويني هيك بحثة صغيرة يعني ما قبل مختصر عن العاصفة الدرقية. أنا حكيم بأجيب. خلاص ماشي. أنت عبد الكريم قجي. عبد الكريم تمام. عبد الكريم إن شاء الله. كمان بحث صغير لو صفها عن المواد الضليلة علاقتها بالعاصفة الدرقية. تمام تمام إن شاء الله. مضادات الاستمرار مثل ما حكينا تحسس الورم النقوي المتعدد والسلع الدرقية والقصور الدرقي. القصور الكروي أهم شيء صح ولا لا؟ طول يا القصور الكروي أول واحد. إذا في عندنا قصور كروي نعمل أي في بي؟ لا. مضادات الاستمرار النسبية مثلا ف
مورفي ورم النقوي المتعدد استخدام الميتوفورمين في العلاج السكري ثانوي. طيب شو هي شو بنستفيد من استطابات الاي بي بي؟ حكينا عنه كيف نعطي او كيف يتم اجراء الاي بي بي. ناخذ صوره بالرقم صفر او بالزمن صفر، تعتبر صورة كنترول قبل حقن المادة الضليلة. نشوف هل هناك تكدسات، نشوف الجهاز البولي، نشوف العضلة في البسواس، نشوف تحضير المريض. كثير مرات نشوف تحضير نفسية من صلاة نعبي غازات كبير. رقم واحد تؤخذ بعد دقيقة أو دقيقتين من الحقن، سنة بعد الحقن مباشرة نفرغ، نشوف امتصاص وقبض المادة الضليلة من قبل البرانشيوم الكلوي. خمس دقائق ناخذ صورة، بعد 10 دقائق ناخذ صورة، بعد 15 دقيقة ناخذ 5 دقائق ناخذ صورة. طبعا احنا هون نحكي عن المريض مع انه السداد، حكينا اذا في انسداد احنا بدنا نضاعف المدة. نفرض انه الحالة بالأي ما بتسم بعد نص ساعة، شو بنساوي؟ ضعف بعد ساعة ناخذ صورة. متى يتم استخدام المثانة بشكل روتيني؟ بالعادة بعد 45 دقيقة تقريبا يتم امتلاء المثانة. هذين الصور المعيارية، أما إذا في حال مشكلة مرضية أحيانا نقلب المريض على صفحة ونعمل الطب، أحيانا ضعف المدة حسب على هو كل صورة بنتصرف. بالحالة الطبيعية بوجود الكويسات تكون مقعرة. في حالة توسع الخفيف تكون مقببة. في حالة توسع متوسط تكون مدورة. التوسع الشديد تبدو على شكل دائرة. راح ناخذ بالعمل ان شاء الله ونشوف كيف الكويسات. شايفين الكويسات كيف مقعره منظر الطبيعي تسم الحالب لا يرتسم بشكل دائم بالاي بي بي وانا يرتسم بشكل متقطع. من فعل المفاجآت بالطب الكليتين يكون محلنا حتكون في عنا كلية وحيدة. مرة طلع عنا كلية بالصدع حتكون كلية وحيدة وحفظية. تجينا في عندنا كحصاء كبيرة أخذ شكل مثانة كلياتها. دائما في عنا مفاجآت بالطب. التصوير الضليل البولي الراجع تصوير الراجع ميزة مشاهدة قطرة الحقن، مشاهدة كثافة المادة الضليلة تكون أشد منها بالآي بي بي. ليش؟ لأننا عم نحقن المادة الضليلة مباشرة ضمن المثانة. يستخدم التصوير الأحلية الذكري، تصوير المثانة وتصوير الحالبين. تصوير الحالبين فيه كيف ممكن في الدكتور الجراحة مركب مثل دبل جي أو قطرة حالبية ومخليها انبوب لازم من الحديد فنحقن فيه مشان نرسم الحالب بالطريق الراجع. تصوير راجع للحديد غالبا ما يكون أثر تبول أو تضيق أو حلقة بالتبول، فنحط مثل رأس السرنج 20 ملي في الحفرة الزورقية ونحقن مادة ضليلة ضمن الحليل ونرسمه بالطريق الأمامي الخلفي والجانبي. وتسمعنا الحليل الأمامي والحليل الخلفي
بنوعيها الغشائي والبصري. ما هي مضادات استمرار التصوير الراجع؟ دائما وجود إنتان هو مضاد للإصفراط، وذلك أنا معظم الأطفال يجوني عشان إنتان فولية متكررة الفسيولوجي خاصة للإناث يجون بإنتان فعال. إذا في إنتان فعال ما بنصور، دائما نعالج الإنتان وبعدين حتى يطلع إنتان. ليش؟ الانتقال الجراثي من المثانة إلى الكلية كارثة. وفي سؤال دائما بسأله، أو ابن أخوكي في دائما كونات بولية متكررة، فهو أهم سؤال لازم نسأله. هو أهم سؤال، هل يوجد حرارة ولا لا؟ صح؟ إيش؟ هل الالتهاب هو علي ولا سفلي؟ إذا كان في حرارة معناته الإنتان بالحضيرة والكلية، صح؟ أما التهاب المثانة فما بيعمل بنا على حرارة. بس نفس السؤال، شو أهم استقصاء نطلبه؟ هو أول استقصاء ممكن نفكر فيه هو صورة المثانة بالطريقة الرأي، صح ولا لا؟ وأشراعي لطفلة عن كانت فولية متكررة، أهم سؤال نسألها للأم في حرارة ولا لا؟ وأهم استقصاء، أهم استقصاء هو الفسيولوجي أو المثانة بالطريقة الراجع إن شاء الله في أجهزة المثانة الحالبية. أصلاً كان بالطريقة الراجع تركز مع بداية الحالب من الحالب، يسمى جزء مثلاً الحالب الدرجة الأولى أو خفيف. ممكن نتسم الحالب والحويضة مثلاً استسقاء، يسمى جزء الحالب درجة ثانية. ممكن نتسم معنا المكوسات ومتوسعة، يسمى درجة ثالثة. في ناس يقسمونها A أو B، على كل إحنا كنا نحفظ درجة أولى ثانية ثالثة. إذن كيف يتم إدخال القسطرة؟ أنا عند الذكور صراحة ما بدخل قسطرة بولية. ليش؟ أنا صارت معنا صار رضع الحليل ودخلنا الطفل صار يخاف من تبول وكذا، فأنا عبارة عن كانيولا بحقن مادة ضليلة بشكل مباشر بالحليل وبعد المثانة، بعمل صورة للحليل والمثانة. قطرت الطفل صغير مشكلة. أما عندنا لا، بركب قسطرة للقصير مخاوف. دائما أنصح أنه المثانة بالطريق الراجع عند الذكور ما بركب قسطرة إلا إذا كان الطفل مركب له قطرة. دائما عند تركيب قطرة بولية شباب دائما يفضل أن مخدر الطفل يتخدر، والكبير أو الصغير لازم نعبي السرينج في سرينجات جاهزة لليدوكاين، فبعبي الإحليل بالليدوكاين. أول شيء يعبي الإحليل بالليدوكاين مرهم ونخدر الإحليل، يكون عامل مزلق لدخول القسطرة بشكل. كمان اختيار حجم القسطرة الملائم ضروري جدا. عبي ما تقبل الأطفال المثانة عبر قطار أو الحقن المباشر، تمثل المثانة بشكل جيد حتى يحس الطفل أنه محصور، وداخل صواب البرية الأمامية الخفية والجانبية. وأثناء التبول المراجع هو الأفضل أنه أثناء التبول الحقيقي من المريض يكون عطل نوت القمع وكل بول يخلو أثناء التبول، هذا أفضل طريقة صراحة وأفضل أفضل حالة نشوف فيها الجذر المثاني الحالي خاصة الدرجات الخفيفة. أو إذا كان مركب قسطرة نخلي الطفل يضغط على حاله والأهل يضغط على بطنه شوية بحيث نرفع الضغط داخل البطن على أساس إنه هو أثناء التبول.
شيء مهم تصوير المكان والطريقة الراجعة عند المرضى من علاقة فوهة الشرج. تعرفون دائما فوهة الشرج بيصير في عندنا إيش ناسور صح؟ معظم الأطفال اللي يلقون بحالة عدم التخاف شرج أرحلوا الجراح الأطفال شو بيعمل يعمل كل شيء. بعدها بيعمل صورة لما يعمل المرحلة الثانية بيعمل صورة للمثانة بالطريقة الراجعة. غالبا ما يكون في ناسور مثاني أو بولي هضمي. طيب إذا ما بين معنا بالطريقة الراجعة المثانة بالطريقة الراجعة شو بنعمل؟ نعبي شو نعبي؟ نعبي المستقيم تاسفين الكولستومي نحط هنا قطرة بولية ننفخ البالون ونحط المادة الضليلة فيها فيبين معنا ناسور أفضل إذا ما بين المثانة بالطريقة الراجعة. هنا صورة أول صورة صورة بتصوير صفحة 14 صورة بتصوير الراجع التزل مثلاً حالة كيف تتزل معنا حالة دين حالة بالأيسار وارتسام شكل بيضوي وعلى المثانة ما شكل حالة هذا شكل ورافج مثانة. هنا صورة إحليل بالطريقة الراجع المنظر الجانبي منظر بسام الإحليل الخلفي لا يظهر أصلاً لذلك بسام الإحليل الخلفي متى يظهر أثناء التبول وليس من السهولة أثناء الطفل وأنا أتبول على كيف وأنا أتأخذ لقطة تطلب وقت وصبر يعني صورة مو سهلة يعني. الهيستوسالبينوغرام أو هيستوسالبينوغرافي تركيب يسمونه هيستوسالبينوغرام أو HST يتم حقن اكتشفه العالمان كاد وروبي 1914 إذا يتم حقن الآن نحقق بعض الضليل ضمن الرحم ونشوف هل الموقعين مفتوحات المسكرات الباب الأول هو الحكم صراحة ثاني متى نقول الإنسان أنه في عقم متى ما يكون زوجين مع بعض سنة متى كاملة بعد سنة وما صار ذا نقولهم في عندنا عقم بدي أو ثانوي الاستطلابات شو هي ثانية تشوهات راح نكون عندنا رحم من القرنين أحيانا يكون عندنا عمق يكون رحم إنه أحيانا تناذر أشرمان التصاقات الرحم الشبهات بالسل قبل وبعد عملية تصنيع الموقعين تحديد موقع اللولب عند ضياعها ضمن جوف الرحم حالات الإجهاض المتكرر ونحن اصطناعها قبل إجراءات طفل النبوبة والتلقيح الصناعي وكشف التشوهات الخلقية للرحم مضادات الاستطباب التهاب حوضي فعال الشك بوجود حمل أي نزف مهبلي تداخل جرائح حديثة على الرحم قصة تحسس أنه مواد ضليلة. طيب متى يتم إجراء الصورة يا مهني شوفوا كثير اللي كان شيء خاص عند القابلات يتم إجراء الصورة أثناء الدورة قلنا ثلاث يوم بالدورة تسويها ما خطأ شائع وقاتل ما بصير نصور أثناء طبعا يتم التصوير النصف الأول من الدورة
قبل الإباضة وبعد الطمث. ليش؟ أثناء الطمث تكون الأوعية بطاطا الرحم مفتوحة، فلما تحقن مادة ضليلة أنت أسمى ممكن تطلق خثرات وصمات. بعد انتهاء الدورة من الطمث ثاني يوم ثالث يوم يكون عنق الرحم لسه مفتوح، يفضل إجراء الصورة، ممكن إجراءها قبل الإباضة كمان، ولا يشرط إجراءها بعد الإباضة بعد يوم 14 أو 15. وصارت حالات معنا ممكن يكون في هناك حمل، أنت ممكن يكون صار حمل. أنا جيت للمريضة يوم 14 فما لا أنا أتصور الدار جيت أعرف. فدائما الوقت المثالي لإجراء الصورة هو النصف الأول الدورة بعد انتهاء الطمث، ولا مضاد الصبام نعمل صورة أثناء الطمث أو وجود نزف تناسلي. سابقا كانت تستخدم مادة متشردة هي اليوروغرافين، ولكن بسبب أنها قد تصل إلى بريتوان تصل بسبب ارتكاز تأقية استخدامها مثلا أنها المادة غير متشردة التي تتصل بها غير مخرشة ارتكازات حساسية نادر جدا تكون سريعة الامتصاص ولا تسبب أذية. الأمبولة الواحدة تحوي 20 سنتيمتر وهي تكفي إجراء تصوير، أي أن نستخدم 10 سنتيمتر مكعب. هي صراحة يعني 10 ملي لا تكفي بالعادة، ما شاء الله عندنا الأمهات والولدات ويكون حجم الرحم كبير. وبالعادة مد يعني 20 أحيانا تسمع على الرحم. أضف إلى ذلك معظم المريضات نجد ما عندهم شيء وما طبيعيات، يعني في عنده مشكلة، ممكن يكون في تصريف في تسريب في عنده اتساع عنق الرحم. بصراحة أنا 20 مب نادرا ما تنتهي الصورة ب20، نادرا أحيانا أوصل ل40. ونمدد المادة الضيلة، لا ضير أن نمددها، ممنوع أن نحط المادة الضيلة مع السيروم، تكون وقتها أخف والتطبيق يكون جيد. سابقا كان يستخدم أو لحد عند بعض المشافي نحط قطار بولي ندخله بالفوهة الظاهرة عنق الرحم ندخله جوف الرحم نفخ البالة ونحط المادة الضيلة. الصراحة الطريقة كثير مزعجة وكثير بتفلت القطر البولي في قنية خاصة على شكل مخروط، بتدخل جوات الفوهة الظاهرة عنق الرحم، وكمان نلقط بميزو أو ميزو ما يسمى نلقط عنق الرحم عندما مستوى الساعة 12 أو 6 مع وجود ذراع تعليق يتعلق في البيزو أو الميزو ويتفتروا مع بعض ونحقن مادة ضليلة. نأخذ أثناء الحقن صور تسمعنا الرحم وتسمعنا البوقين ونشوف نفوذية البوقين. مراجعنا تقول يمكن نعطى دوكسيسيكلين من الأول اليوم الأول الدورة. رجل الأشعة ممكن نعطي دواء اسمه دوكسيسيكلين اليوم الأول الدورة، وبعد ممكن تستبدلوا دواء ثاني الدكتور سجنشوك ممكن مشاكل تأثير على الأجنة بالأزيتروميسين أو الأوغمنتين بعد إجراء الصورة. وبنفس البداية يعطون الأزيتروميسين ما بيستخدمونه أبدا. لكن في عندنا رحم مثلثين عندنا استسقاء بوقين عند رحم القرنين من أول صورة على اليسار من فوق تضاعف رحم أو رحم بالقرنين. الصورة تحملنا مباشرة نشوف رحم مثلثي وحيد طبيعي، ولكن عند استسقاء بالبوق الأيمن الصورة من أعلى ظل فراغي
ورا النيف الكبير من جوف الرحم مع وجود انسداد بالبوق الأيمن والأيسر كمان، انسداد بوقين ثنائي الجانب. الآن الصورة الأسفل عن اليمين بين انسداد بوقين في الصورة اللي جنبها، لاحظين كيف استفقاء البوق الأيسر بسبب الانسداد. طلعوا المنظر الفوه الباطن من عمل السبيكينو، هذا منظر عقل الرحم، هو له أشكال مثل ما درسوا من سائية. إذا كانت السيدة ما عندها أولاد فدائما تشكل نقطة مدور، عندها طفل واحد منظر مستطيل حسب الولادات. نحن نحط السبيكينو داخل قناة المهبل، هنا نعمل توسيع ويبين معنا عقل الرحم. بيعرفوا ندخل القطار الفولي أو القنية تصوير رحم الضليل ونصور. نأخذ بالعادة الصور، صورة لرسم الرحم، صورة لرسم البوقين، وصورة لابتسام المادة بالفجر. طلعوا هاي ابتسام المادة ضمن بريتوان، هاي صورة طبيعية، شايفين هاي صورة طبيعية. خامسا التصوير الوعائي الضليل ما يسمى الانجيوغرافي. الانجيوغرافي هو نفسه تصوير القطة القلبية، جهاز الحث الرقمي في نصور شرايين القلب، نصور شرايين الدماغ. وسابقا قبل ما جاء الطبق المحوري وتعدل شرائح كنا أي مريض تبرع بالكلية نستخدم إيش الانجيوغرافي، صورناها نعمل الصورة بشكل روتيني. يعني كثير دخلنا الأطراف ورا الحقنت أصلا الشريان الكلوية، إذا الشريان ما في تضيق أو ما في تضاعف ما في شريان قطي فورا يتم عمل التحويل إلى أن هذا المريض مقبول. أحد الخطوات المجرى لدراسة مريض تبرع بالكلية. فصراحة بنشوف مضادات أسباب التبرع بالكلية وجود شريان قطبي، صحيح أن الكلية لها شريانين، رغم أن المريض أحيانا يكون جاي بايع تلك وأحيانا يكون متبرع لأمه، فلما نقول له خلاص ما يوجد حال أنك تتبرع بكليتك، نلاحظ أنه كان يفرح ينبسط أنه هو عنده شريان قطبي حتى لو كان متبرع لأمه. حاليا الأشعة الداخلية الوعائية لها أسبابات رائعة في مجال أخرى لها تخصص خاص فيها، مع الدم الدماغية توسع توسيع الشرايين السباتية التصميم الوعائي إمبوليزيشن تصوير النويات اللي فيها الرحمية، تصوير ضخامة البروستات الحميدة، تصميم وقطع التروية، مواد بارتيكلز ترانسفيرز، نحقن هذا من شريان قطبي، شريان سيلكتيف منتقى ونسد التروية عنه فيصغر الورم. نستخدم ومعظم المشافي الكبيرة فيها وحدة الانترفنشنال راديولوجي بالتركية يسمونها الدرش مثال. الأشعة التداخلية كمان لأسبابات تفجير الخراجات ضمن البطن، غزل معظم السوائل، أخذ خزعات موجهة من الثدي أو الدرق أو الصدر أو البطن أو الكلية. بعد الشرائح نساوي ما نتشكل تصويرها بصراحة
وشرايين قوس الأنهار. عندما أشاهد مشاهدة أولاً تصوير الحين الصفاوي عن طريق المباراة. أنا أتعلم أنك فيها ندخل فيها كاملة ونحن فيها بعد غيرها صورة تصوير الطبق المحوري دائما الطبق المحوري عدد الحصيات الكلوية ولمن بدأ نبحث عن هواء خط أحمر البيتون سبب هذا البطن البروتوكول هو شرط مع الضغرين عندك انت تعرف طبق محور مشخصة تحالف فقط بدون الحكم ليش لأنه فرار الحالي المادة الضغرينة ما راح يميل بين الحالب والحصان صح ولا لا؟ يكون إجراء صور طبق محور بطن المحور اللودوس في الزرع بسيطة مثلا من كثرة شعر البرد وكثرة طبقهم إذا أخذت طبق مثلا شافت الحالب الحصانات بعض البروتوكولات نعمل صورة مع الحقن حسب توجهنا درسنا بعض التلفزيون بدنا نصور مثل هنا الدرامات والأزمنة كيف نختارها الزمن متأخر أو الزمن الوريدي أو الشرياني حسب التوجه أو مثلا احتشاء مساريقي استخدم طول الشرياني باكر احتشاء وريد مساريقي شريان متأخر احتشاء وريد باب استخدم طرف بابي البابي شو هو الشرياني متأخر 30 إلى 40 ثانية بعد الحقن كله درسناها بالهضمية السنة الماضية مفهوم التعزيز حكينا عن كل وعاء فيه كل عضو فيه تروية وجود التروية هاي تستقبل تمر منها المادة الضليلة توهج المادة الضليلة وامتصاصها للأشعة السينية بسبب وزنها الدر العالي تعطينا لون أبيض هي تعزز المادة الضليلة شوف كثافتها بيضاء غير المواد اللي ما بتعزز المادة الضليلة تكون لونها أسود هذا هو مفهوم التعزيز إذا مفهوم التعزيز أن تروية أي ورم تكون أغزر من توعية النسل المجاورة لذلك عند إعطاء مادة ضليلة سيمتص أو سيقمص أو سيقبط المادة الضليلة ضمن الأوعية وذلك وجود المادة الضليلة بسبب وجود الأوعية الغزيرة عنده تعطي لون أبيض وذلك تعطي كثافته بيضاء من الأنسجة المجاورة يقال يعزز المادة الضليلة إذن يستقطب المادة الضليلة أنه يستقطب الدم نشوى يدمر الخلايا السليمة ويستهلك طاقة الجسم وذلك مريض السرطان بينحف وزنه إظهار الكتلة الورمية بشكل جيد كمان تشخيص الكتلة الورمية كل كتلة ورمية ممكن منها نمط التعزيز مثل هنا انتيومات الطور الشرياني الباكر تكون تعزيز محيطي أو قيدي الطور الشرياني أو الوريد تكون تعزيز وريد بشكل أشرط نحو المركز الطور السوي بعد 3-4 دقائق تجمع المادة الضليلة ضمن الهيما انتيومات هذا بشخص من الهيما انتيومات وبعد نقول إنه كثير مرضى جايين إنسان خزعة عملهم طبق يقول هاي من جوا ما بدي لا خزعة هاي الشمل الكبد ولا تخافوا وروح لهلكم والجمال المرعوب إنه عندك كتلة بالكبد وبدك خزعة وهذا كثير مهم الصفات الشرعية حتى أحيانا الصفات الشرعية تطغى على الصفات تشريح المرضي المرضي ما بيحسن لك الموضوع شرعيا يحسنه أورام تظهر متشابهة بين تعزيز أي تحديد تشخيص تفريقي أو نهائي للآخر. بعض الجلوسيد الزرع الجلوسية المخيطية عددها 5 ومن مزير ورم العصب السمعي تعزيز شديد لمادة ضليلة. لكن فرق طرفين بعد الحقن مشخصا تماما لهذا الورم دون أخطاء المريض مرتين باستقطاعات أخرى.
نحن منظر ضليلة، نشوف تسلخ الأبهر، نشوف الأوعية، شايفين منظر تسلخ الأبهر. المادة الضليلة هناك ما راح نسل يعني مبكرة في الحلقة الوديو متأخرة. عند وجود تسلح عمداً نشاهد الطبقة البطانة بشكل خطر فيها داخل لمعة الشيئة تكون اللمعة مقسومة إلى لمعتين شايفين تسلح اللمعة. تصوير الطبقة المحورية للبطن مع الحقن. أول تسلح المادة الضليلة نعطي مهم مادة الضليلة قبل ساعة ونصف من تصوير لإعطائه إيجاد ماء فيها المادة الوديية الذواب للماء غير متشردة الأوميجات. مشردة من أصعب طريقة خطر. الغاية من إعطاء المادة فموية تضمين الأمعاء، وذلك أن الأمعاء حركة حية كاملة كالمعادة تتوسع أو تتضيق أو قد لا تظهر بالأضافة الاحتمال للفضلات الماء. كل ذلك قد يقلل الضخامة عقلية وقتل. الغاية من إعطاء مادة مدينة والحلة للماء عوضا عن جزيئات البارم تحتاج ترسب، كما أن تعمل أرتفكت لأنه كثافة عالية تشويش أرتفكت غير كما يستخدمون. بعض الضريتين نحكم الجرعة 1 ميلي جرام لكل كيلوغرام مثل ما قلنا نعطيها على دفعتين. قبل 15 دقيقة من التصوير نعطي نصف الجرعة وتفيدها بتضمين الطرق البولية قبل التصوير مباشرة، ونعطي النصف الثاني وتفيدنا بتعزيز الأورام والآفات التجارية. صراحة قبل 15 دقيقة ما بنعطيها، ليش؟ لأنه احنا نعطيها مرة واحدة حاليا. إذا شكينا بآفة بولية شو بنعمل؟ صمامنا الطبق المحاري نعمل له صورة بسيطة للجهاز البولي بعد الطبقي محقرنا مادة كأنه عملنا له صورة ضليلة اي في بي. كمان وجود المادة الضليلة بالمثانة ممكن يعني لا تشويش المادة كلها تتجمع من المثانة، وذلك حاليا نحقن مرة واحدة، ولكن إجراء هذه الطريقة مو غلط. يعني لماذا تعطى مادة ضليلة يؤدي محلول بالماء تضليل الماء الذي يخرج من الطبق المحوري مع الحقن بدل من صفات البارم؟ فكان جزيئات البارم لا تنحب الماء ولكن تكون بشكل معلق وليست محلولة، بالتالي ستكون الجزيئات ضليلة معها كبيرة وتسبب تشويش ارتفكت. نشوف حالياً بعض الصور. صحابة كثير مهمة وضروري نقرأها صراحة، وراح أجي أسلم لك كثير. حدا عنده أي سؤال؟ إذا ما ننفي طبعا. حكيم، هاي المحاضرة مو بالمقرر تبعت لنا إياها؟ مقرر وضرورية جدا. مو موجودة بالمقرر حكيم، اللي بعتونا إياه الماضي ما أعطيت إياه. أنا أحب أعطيها للسنة الخامسة، أنا مهمة فيه صورة ضريبة. أنا أنت بكرة بدك تطلب صورة ضريبة أنا هاي السنة بأمانة،
خلال السنوات على موضوع العلم، صح ولا لا؟ إيه ممكن تصوير رمضاني، إن حتى أنا ما اشتغلت عليه رغم أني دخلت على موضوع الطب النووي وكذا، ممكن نلغي محاضرة، أما هاي المحاضرة لا يمكن أن يلغيها. أنا بالامتحان يعني تصور أنت طالب سنة سادسة يتخرج سنة ودي يطلب صورة ضليلة، وقل شو أهم الصدار إن الصدار مضاد الصدار لإجراء صورة ضليلة، ما بيعرف شو جرعة المادة الضليلة، ما بيعرف شو الجرعة السمية المادة الضليلة، ما بيعرف شو أنواع المادة الضليلة، ما بيعرف متى تعمل صوت رحم الضليلة، ما بيعرف تفرجي صورة، ما بيعرف شوية الصورة. شو رأيك هاي الصورة منذ المقرر أن الدفع اللي قبلكم اللي قبلكم أعطيتهم إياها، أنتم ما أخذتوا السنة الماضية فهاي السنة أعطيتهم إياها، صح ولا لا؟ المقرر الموجود عندي موجود أظن مقرركم، لسه في عندنا جيوب ولسه في عندي بحث كثير حاب أعطيكم إياه، بس صراحة لا أنا مع الوقت ولا أنت شايفكم على شجوني، اللي هو موضوع أمراض الثدي، أمراض الدرق شعاعيا، محاضرة كثير مهمة وهي موجودة بالملخص وحاب أنا أضيفها إن شاء الله يصحنا الوقت. حدا عنده سؤال يا شباب؟ يا بنات الله يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.